مما يطيل في الأعمار، وهو أعظم عمل في الإسلام، أي نافلة رتب الله عليه أجر، وهو التبكير لصلاة الجمعة. فمن بكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا وأنصت ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها. والحديث صححه الألباني وحسنه بعض أهل العلم. يا أحبابي، كم دخلنا اليوم؟ اليوم الجمعة، متى دخلت صلاة الجمعة؟ 11. مقدم أخونا أبو 11 مقدم دجاجة، أو هي بيضة، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. يعني الساعة الأولى اقسم من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى أذان الظهر، اقسم الوقت هذا على 5، بصير الساعة من ساعات الجمعة ساعة وربع. يعني المفروض أنك داخل المسجد الجمعة عشان تأخذ أجر صيام سنة وقيام سنة، تدخل الساعة 7:30 صباحا. لماذا لا ندخل هذا؟ والأجر 1000 خطوة، 1000 سنة صيام وقيام. من المحروم؟ اللي تحت بالبطانية له غطيط، واللي عمره كله يدخل الساعة 10 11، وبعضنا يدخل والخطيب قد سلم وقد طويت الصحف وجلست الملائكة. فمد في عمرك 4 أسابيع، 4 جمع في كل شهر، معناها على رواية للحديث من غسل واغتسل قال له أجر صيام سنة. يعني لو قلنا أجر صيام سنة 4 جمع في الشهر، هذا متوسط العام، يعني 4 سنوات قيام و4 سنوات صيام بسبب تبكير كل يوم جمعة 4 ساعات فقط. لماذا لا نفعل؟ أعمارنا احترقت.